في الحقيقة دي تاني مرة أتكلم في ندوة هنا في مركز الرسالة الاشتراكية، والمركز كان وشه حلو علينا. يعني أنا اتكلمت بعد أسبوع من فوزنا في انتخابات اتحاد الطلبة، الحمد لله دي لسه مكملين يعني. ف شكرا جدا للدعوة من الاشتراكيين الثوريين، هم على طول ولا زالوا وكانوا رفاق في الحق دايما مهما كان في اختلافات سياسيه او كده. لكن انا قلت الكلام ده برده في الندوه اللي فاتت، لما بتتكلم على ناس ثابته جدا على المبدا وما عندهاش ميوعه وما عندهاش قدره على التفريط في الحقوق الاساسيه اللي كلنا متفقين عليها، فمش هنلاقي في ده احسن من الاشتراكيين الثوريين. فتحيه ليهم اولا يعني. المشكله عندنا بدات بفكره القرار اللي طلع من رئيس الجامعه قبل الدراسه بيومين، ان هو مفيش تسكين لطلبه المدينه. طب ليه مفيش تسكين لطلبه المدينه؟ قال لك في اعمال صيانه. طيب ما الجامعه بقى لها شهر ونص كان ممكن يحصل فيها كل انواع اعمال الصيانه. طب ما الجامعه استضافت قبل الدراسه باسبوع مؤتمر فاشل عن الدستور، بعض الزمايل لينا هنا حضروه، استضافوا فيه اكثر من 2000 طالب من على مستوى الجمهوريه، ما حصلش فيه اي محتوى علمي ولا حاجه. طب ما كنت تعمل الصيانه بدل المؤتمر ده، هو الدستور في الاخر يعني معمول عشان كرامه الناس المفروض. فقال لك لا، الجامعه بتعمل صيانه، وراح اتحاد الجامعه قعدوا مع دكتور جابر نصار، وكان مفيش اي يعني كان في جمود شديد في الموضوع وتعنت غريب، وان هو لا هو الموضوع هيخلص كله طيب في خلال اسبوع. مع تطور الوقت مش حابب افوت قوي في تفاصيل عشان وقت حضراتكم، قعدنا اول يوم اللي هو يوم السبت ده مع البنات حوالي 7 أو 8 ساعات على باب المدينه، مش راضيين يدخلوا البنات اللي هم كانوا جم في يومها بعد ما كنا المفروض اتفقنا مع الدكتور جابر نصار ان اللي جه خلاص هيسكن. قعدنا حوالي 7 أو أكتر من 8 ساعات مش راضيين يدخلوا الناس. اهانه فظيعه جدا لكرامه الطالبات. طالبات جايه من الريف وجايه من الصعيد وجايه من اخر الدنيا ومعاهم اهاليهم عشان يتسكنوا، ومعلش عشان يسكنوا في الاخر في مدينه ما هماش يعني في مدينه في الاخر لا اصلا يعني هي ما تليقش اصلا بمكانتهم. فاهانه غير طبيعيه على مدار 7 أو 8 ساعات وشتايم وسب وقصف، وفي الاخر وعود من رئيس الجامعه اثبت مكرانها جميعا بان طرد البنات كلهم بشكل واضح تاني يوم من المدينه. وظهور الجدول ساعتها، كان الجدول بيقول ان في طلبه هتسكن 20 اكتوبر وطلبه هتسكن 27 اكتوبر. ساعتها انت كنت في لحظه حرجه جدا، ان انت في اول الدراسه وان انت قوه الفعل الاحتجاجي او قوه التصرف في الوقت ده ممكن تكون مش قويه، وفي الوقت اللي انت عارف ان اللي هيشتغل معاك من اتحادات الكليات الاخرى او كده ممكن ما يكونش ليه تاثير كبير ساعتها. فانت كنت قطعا لما بنفكر بالحسابات النظريه انت ممكن تكون خسران، انت كليه واحده بتشتغل من وسط 20 كليه بتشتغل على معركه من اهم وسائل السلطات المستبده عشان هي ما تخليش القوه تتوحد ضدها، ان هي تفتت المعارك او ان هي تحس الناس ان دي معارك فئويه. يعني هو بيعمل لك دلوقتي معركه يقول لك معركه طلبه المدينه، فانت تخلي اللي هو تبعث لقطاع كبير من الطلبه اللي هو طب لا ما هم يشوفوا حالهم، ما هو طب هنعمل ايه ده في طلبه المدينه بتحضر. فانت كنت في لحظه ان انت اتحاد طلاب مسؤول عن الطلاب دول، واكثر من نص طلبه كلياتك مش هيكونوا متمكنين ان هم يبشروا دراستهم وياخدوا ابسط حقوقهم الطبيعيه، وان انت في انتهاك واضح للعداله الاجتماعيه ان طلبه يكونوا موجودين وطلبه لا. في نفس الوقت انت حاسس انك ممكن ما تقدرش تعمل فعل احتجاج قوي يؤدي النتيجة، وحاسس ان انت ممكن تخسر، وحاسس ان انت ممكن تخسر اسهم ليك مثلا انت بنيتها مع طلبه السنه الاولى اللي هم لسه ما يعرفوش قوي عن مشاكل المدينه وكده، وممكن انت تخسر ده. اللي حسم النقطه ساعتها ان انت ما ينفعش بالنسبه لك، ما ينفعش ان انت يعني تعمل نفسك من بنها، معلش يعني مع ان كان في طلبه مختلفين من بنها مش مشكله، بس ما ينفعش ان انت تتفاضى عن ذلك. ما ينفعش انا كطالب احضر محاضرتي وانا عارف ان في زميل ليا قاعد في بلده مش عارف، ما ينفعش احضر محاضرتي وعارف ان في زميله بتيجي كل يوم من المحافظه وبتركب مواصله رايح جاي وبتتبهدل وبتشوف القرف عشان تحضر محاضره زي. ما ينفعش انا كاتحاد طلبه مسؤول عن الطلبه دول اشتغل في مشاريعي واشتغل في شغلي وانا عارف ان دوري الاساسي اللي هو الطلبه وهو مش قادر يحضر محاضرتي. رغم ان في ناس يعني هو في ناس دايما هي بتحاول بقى تصور الموضوع تقول لك ده طلبه وهم عايزين يعيشوا في ادوار بطوليه ويعتصموا وخلاص، انت اكثر حد اصلا مضرور، ما انت عندك مشاريع بقالك شهرين بتجهز لها وعندك شغل وعندك حاجات بتجهز لها، فانت
انت اكتر حد يعني مش غاوي ان انت تقعد تتعب في نفسك وخلاص يعني. كان اللي رجح الكفه ساعتها وتوكلنا على الله ان انت دي اول معركه حقيقيه في السنه مع الاداره، وانت لو تراجعت في المعركه دي مش هتقدر ان انت تاخد حاجه بعد كده. لو من اول حاجه انا قعدت وخلاص اشتغلت في شغلي ورجعت ومشيت في دراسه عادي ومشيت في انشطتي عادي، واوحيت برساله ضمنيه لرئاسه الجامعه ان هو مفيش حاجه، وحتى نزلت بيانات تضامن والاستنكار والكلام ده وما عملتش حاجه في الاخر، انا كده هكون ساهمت في ان هو يعرف يفرض الواقع بتاعه تاني. هو دلوقتي عايز يمسح المكتسبات اللي انت عملتها في خلال السنتين اللي فاتوا، حق التظاهر في الجامعه، حق الوجود اتحادات معبره، حق انتخابات وحركات طلابيه. احنا كنا بنقول ان من بدايه السنه اللي فاتت انت كنت بعد الثوره تقريبا بتشكل الحركات الطلابيه لسه، ان بدا بقى يبقى عندك انتخابات يخش فيها حركته. فهو كان هدفه يلغي المكتسبات دي. انت لو من اول مواجهه كنت رجعت ورا كنت بالتبعيه هتخسر كل المعارك. فكان القرار بالمواجهه رغم ان احنا كنا لوحدنا. بدانا اول يوم التظاهره ودعوه لتعليق الدراسه. فاول يوم كان الاستجابه لتعليق الدراسه قد تكون تتعدى ال 70%، وكان في بعض الاساتذه مصدومين. كليتي دايما من اللي بتقال ان هي كليات نخبويه، ان بتقال دايما ان سياسه واقتصاد يعني عرفت على مدار ال 15 20 سنه اللي فاتت ان هي ما بيحصلش منها تظاهر او ما بتبقاش مهد لفعل احتجاجي او حاجه شبه كده. انا اظن ان الحمد لله الناس الموجوده قدرت السنه اللي فاتت والسنه دي تبدا تكسر في ده شويه، ان انت في حق لا انت هتناضل عشان. في اول يوم كان عدد الطلبه المشاركه في التظاهر كان عدد كويس جدا. بدات تطور اساليبك تاني وتالت يوم بدات تطلع على القبه. كنا اداره جامعه تطلع بيان مخصوص تقول فيه ان في طلبه كليه عايزين يخترقوا قواعد العداله الاجتماعيه العظيمه اللي احنا عاملينها عشان نسكن كل الطلاب، وعايزين ياخدوا حق مش من حقهم. فده يعتبر ان انت عملت لهم قلق. يعني كون ان احنا كنا رايحين عند القبه وكنا تمام في افراد قد عدد الموجودين في التظاهره، فده معناه ان انت عملت حاجه. تطور الموضوع بعد كده القرار الاعتصام والبيانات الكليه، وزي ما يوسف كان بيقول كنت انت بين خيارين، كان ممكن انت تشتغل على فكره تعليق دراسه، وفي كليات اخرى عملت تعليق دراسه بشكل رسمي زي تخطيط عمراني، وكان فكره ان انت تكمل في الاعتصام، بس فكرنا في الاخر ان انت على دراسه. طب وبعدين؟ ما هو ارتاح اصلا، ما هو علقت له الدراسه والمشكله بقت ما بين يعني انت بقى خطابك للكليه، المشكله بقت بينك وبين الكليه وخلاص، هو ارتاح واللي في دماغه عمله. كان القرار ساعتها ان انت لا، ده انا هدعي طلبه الاقاليم ان هم يجوا، ده انا هدعي كل الناس ان هي هتكمل هنا في الاعتصام. انت الجامعه، انا هعري الجامعه، هعري اداره الجامعه امام الجميع ان انت مش قادر تشوف مسؤوليتك، يا اما بسبب فشل او فساد او اهمال، خلاص انا بقى هتصرف وهبيت الطلبه في الكليه عشان في اداره الجامعه مش عارفه تتبنيتهم فين، واشتغل دراسه الصبح عادي، واكمل في المسار التعليمي عادي، احنا لا عايزين نوقف ولا انت غاوي، بس بالليل انا اعيد لك بقى. ومن الحاجات بقى بالليل احنا اشتغلنا في الاعتصام في الفتره اللي فاتت، بدانا بقى نعمل حاجات ثانيه، بدانا نعمل معرض عن الفضاء الفلسطينيه، نعرض افلام بالليل، الحلقات النقاشيه لوحدها اللي هي كانت بتحصل في الكليه لما 30 و40 طالب يقعدوا يتناقشوا. فهو ده الانتصار الحقيقي، هو ده الانتصار الحقيقي، ان انت بتخلق دوائر صغيره، ان انت بتخلق مجتمع موازي، في من القاهره وفي من الصعيد وفي من الاقاليم، تبدا تخلق ناس قادره ان هي ت ت ت ت في حاجات هتطلب بيها. احنا كان اللي حصل بعد يوم السبت ان في ناس بقى بداوا يتسكنوا بتوع امتياز، الشباب اللي جابوا امتياز معاهم جايين يكملوا بيات معانا في الاعتصام، مش هنروح غير لما كل البنات بتوعنا كل الطلبه يسكنوا. كان الكليه في اول يوم عرفت ان هي تتصرف في سكن للطالبات اللي كانوا موجودين يومها، الطلبه اللي جم يومها. تاني يوم لما قررنا الاعتصام لان الطلبه دول زي شيماء، وشيماء كان منهم، ثابت المسكن اللي كانت في وزاره الشباب اللي كويس جدا، وجت تعتصم قالت انا قاعده في الكليه عشان في 1000 طالب تاني مش هيعرفوا كلهم يجوا، عشان في 1000 طالب تاني في بنات قاعده تتبهدل في نص الليل تدور على شقق، لما الطالب ده هو اللي هيقدر يعمل فرق بعد كده. فلو انا قبلت من دلوقتي ان انا اهيم او ان انا يفضل ماشي جنب الحيط، انا مش هقدر اعمل حاجه بعد كده. استمر الاعتصام، بدات كليات تانية تتحرك بعد ما انت اتحركت، بعد ما بيان الجامعه اتكلم قال ده سياسه واقتصاد هم اللي عاملين مشاكل، ردت كليات تانية اتحادات كتير وقالت لا في مشكله حقيقيه في المدينه، واتحاد سياسه واقتصاد هو اول من بدا واحنا نؤيده وندعمه زي اتحاد اثار واسنان وهندسه واتحادات طلابيه كتير.
بدا يحصل قلق يوم الاحد على طول، لان بعد مجلس الجامعه لقينا العمليه ابتدت ان جه خلاص طار من فوق، ان خلاص الناس اللي عندكم سكنين. ده بدا يحصل من امبارح. فاحنا لازم نتضايق عشان نقطه، يعني نفرح وننطلق من نقطه. فنتضايق عشان النظام وضعك في طريقه ان انت قاعد، هو بيستنزف طاقتك وبيستنزف جهودك عشان انت تاخد شيء ما هو اقل من حقوقك اساسا. يعني انت قاعد تتعب كل ده عشان تاخد سكن في مدينه جامعيه، عشان تاخد سكن في مدينه جامعيه هي اصلا محتاجه كتير قوي، عشان لسه نقول عليها ان هي ادميه او ان هي تليق بكرامه الطالبات اللي كانوا قاعدين بالثمان ساعات دول. فهو بيحطك في ده عشان يستنزفك، فانت ما تكونش قادر تشتغل على مشاريعك كبير، ما تكونش قادر ان انت تشوف فكره الطالب نفسه اللي بقى المحور الاخير في العمليه الجامعيه مش المحور الاول، ما تبقاش انك تشوف قادر تشوف الظلم الاجتماعي والمصاريف ودعم الكتاب والحقوق الاكاديميه للطلبه، يقعد يستنزف جهودك في معارك صغيره. عشان كده احنا حتى قبل فضل الاعصام بيومين كنا خدنا قرار ان انت هترجع تشوف شغل الاتحاد بالتوازي مع ده، هو مش هيقدر يستنزفني ان هو يضيع كل جهدي، وهيفضل ما هو هيخلص من الازمه دي هتبدا ازمه اخرى وازمه اخرى عشان يقعد يستنزفك من تغطيه قضائيه لمدينه، يفضل يستنزفك فانت اصلا ما تقدرش تعمل الشغل بتاعك. لا، انت جيل ما قداموش خيار غير ان هو يشيل الحمل 100 مره. انت اخر فعلا امل حقيقي للبلد دي، فانت مضطر انت لا هشيل ده وهعمل مسؤوليتي الحقيقيه، السلطه المسؤوليه الحقيقيه بتاعتي هعملها، بالاضافه ان انا هتصدى الازمات والكوارث اللي هو بيصنعها لي، مش هسيبه ينجح في مخططه ان هو يشتتني وما اكونش عارف غير ان انا افضل داير في الساقيه بتاعته دي. زي ما هو اللي حصل للانسان المصري من تجريف على مدار 40 سنه فات ايه؟ ان هو خلى الانسان المصري يفضل طول في ساقيه، معلش في الكلمه، ان انت تفضل في 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 في, في الحياه بتاعتك انت مش قادر اصلا تاخد نفسك، ما بين عيالك اللي مش عارف تاكلهم وما بين السكن اللي مش عارف تشوفه وما بين الغلاء وما بين الاسعار. فترسخت مع ده فكره المشي جنب الحيط وانك تفضل خلاص يعني معلش استحمل. وبرده جه مع ده الخطاب الديني بقى اللي هو بيقول للناس معلش يعني استحمل الاذى ده وربنا ان شاء الله يعني ده اصلا يعني ده متنافي تماما مع الدين، اللي هو انت اصلا الدين اساسا فكرته هي التعمير في الارض، يعني فكرته ان انت وجدت عشان انت اللي تعمل وعشان انت تتصدى الفساد عشان تعمل حاجه، يعني العبادات هي في الاخر وسيله بس عشان ترتقي بنفسك. ربنا يكرمك. فانا معلش طولت كتير، بس هي المعركه رغم ان هي كانت صغيره بس هي مكمله عشان في حاجات ثانيه. الطلبه راحوا امبارح مضوهم على اقرار ان مفيش اكل لحد انتهاء الترنمات في المطعم لاجل غير مسمى، حاجه عجيبه جدا. ومع ان المطعم مش هتقدر تقول المطعم بياكل الطلبه الوافدين في المدينه دلوقتي، يعني طلبه من بره مصر ياكلوا وبعد كده ولما ياكلوا هياكلوا نص الوجبه. في حين انا صدر قرار، اتقال ان صدر قرار من مجلس الوزراء بالغاء مصاريف طلبه المدينه، والاعلام صار على انه انتصار، واتصل بيا احدى المعدين يكلمني بقى على الانتصار العظيم اللي حصل، وان ده ودكتور حسام عيسى يعني يكلمني بالظبط كان مصر كده حاربت اسرائيل يعني. فنكتشف في ده ان هو لا، الموظفين في المدينه بيقولوا لهم لا ما فيش القرار ده، ما كلناش حاجه في ده، بالعكس ده الطلبه دفعوا مصاريف اكتر في المدينه السنه دي. انت مستمر قدر لهذا الجيل، كل واحد دلوقتي لازم يختار قرار، يا اما هتختار ان انت تبقى امتداد للبني ادم المصري اللي جرب خلال السنين اللي فاتت بقت عارفين يشغلوه بهموم الحياه اليوميه وان هو يجرف ويستنزف من اي فكره لرفض الظلم والتمسك بالحق والانتصار الحقيقي لمعاني الكرامه الانسانيه، يا اما ان انت تختار انك تفضل كده وان انت تفضل عايش حتى لو حتى مستواك كويس، او انت تفضل عايش في السيئه دي، بتتجوز وبتتعلم وبتشتغل وبتموت في الاخر من غير ما تكون انت عملت حاجه، من غير ما تكون اضفت حاجه لهذا، يا اما ان انت تختار وده سترتب عليه مسؤوليات كبيره وسترتب عليه نتائج اخرى، ان انت هتوهب عمرك عشان البلد دي وهتوهب عمرك عشان القضيه دي وعشان في اجيال بعديك تيجي ولادك ياخدوا حقوقهم الاساسيه، عشان ابنك يكون واخد جوده ومجانيه في التعليم في نفس الوقت، عشان بنتك لما تسافر بعد 20 سنه في المدينه الجامعيه تكون بتتعامل باحترام وتكون بتتعامل كطالبه ان هي اهم حد في المنظومه التعليميه دي، الدكاتره بيجوا عشان يشرحوا لها والموظفين بيجوا عشان يساعدوها ان هي تبقى اهم حد مش اقل حد، عشان ابنك لما يمشي في مظاهره بعد 15 سنه ما يلاقيش مخبر ماشي باللاسلكي وراه.
فانت اللي هتختار ده، اللي هيختار ده هيتعب، واللي اختار ده هي 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 هيشيل كتير وهيستنزف، بس ما قدامناش خيار غير ده. لما انت تيجي تموت في يوم من الايام، ولما تقابل ربنا سبحانه وتعالى تبقى قادر ان انت تقول له ان انا عملت ده وعشت عشان حاجه معينه. لما كانت شيماء بتكلمني، شيماء من الناس اللي بقى لها كتير قوي بتشتغل عشان حقوق طلبات في المدينه وبتتعب، ولما كلمتني في لحظه كده معينه سامحناها عليها، لحظه انكسار واحده كده، تاني يوم اتبهدلوا واتهانوا واتطردوا واتشتموا، وده انتوا لما تيجوا تسكنوا هنطلع، وشتايم بقى وقله ادب. لما كلمتني في لحظه انكسار وكانت قاعده تعيط وكانت خلاص مسافره، كان فكرتها ان انت كده انت عملت لهم اللي هم عايزين. لو ما كانش البنات العظام دول اللي فضلوا ست ساعات واقفين قدام المدينة، لو كانوا رضخوا وروحوا ما كانش اي حاجه من ده حصل. كان فضل 1000 واحد قاعدين في مدينه، كان فضل 15000 طالب وطالبه قاعدين في مدينتهم مش عارفين يجوا، كان فضل دي سنه متبعه كل سنه ان التسكين يتاخر، كان فضل ان هيرجع ضبطيه قضائيه ويرجع الكلام ده كله. فانتصارك للحق وانتصارك ورفضك للظلم ده واجب عليك مش اختيار. اللي هيفرض ده هو انتم، واللي هيختار الخيار ده من دلوقتي هيتحمل ان هو يتعب وبتاع، بس باذن الله في بني ادمين هيجوا يوما ما في البلد دي هيبقوا مبسوطين. يعني كنت حابب اكمل على النقطه اللي طرحها اسامه اللي هي بتاعت تخيط معاك، ان هو دلوقتي بيشغلك كل كليه لوحدها عندها مصيبه. يعني انا طلبه مغتربين، هندسه لائحه داخليه، وطلبه معتقلين، تخطيط تسكين، المعاهد الفنيه، فهو بيشتتك بحيث ان انت كل واحد يفضل في معركته، رغم ان انت لو رجعت ورا شويه او بصيت على المشهد من زاويه اوسع او اعمق هتلاقي في الاخر القضيه واحده، في الاخر ان في طالب غير محترمه كرامته، الاداره لا تحترم كرامته، المحور الاخير بالنسبه لهم بدل ما يكون المحور الاول، مفيش الحقوق بتاعته منقوصه، حقوق منقوصه وكرامه وضرر ومجانيه مزيفه. دي في الاخر تقريبا القضايا اللي فانت هتجيبها من هنا هتجيبها من هنا هتلاقي قضيه. فانا بدعم فكره التكامل، ان انت لازم ماشي خدت معرفتك في مساحتك الصغيره، بس لازم بقى تخوض الموضوع في مساحته الاوسع وفي السكيل الاوسع بتاعه عشان تقدر في الاخر تحقق انتصار بشكل اكبر بشكل اعمق. ان هو في الاخر فكره الطالب نفسه، وان انت بقى لو 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 انتقلت بقى من ده اكتر هتلاقي ان هي مش فكره الطالب بس، هي فكره الانسان نفسه، هي فكره ان في سلطه لا تحترم الانسان ولا تقدر ادميته. فنفس الفكره بقى في عامل متهان ومضحوك عليه ومش واخد الحق بتاعه، فهتلاقي ان ده متكامل مع الطالب، متكامل مع الفلاح، متكامل مع المهني، في الاخر حرب المواقع. ان هو انت في الاخر في موقع، في كل موقع انت في الجامعه عليك دور وعليك حاجه تعملها، وفي دور اوسع ان انت تتكامل مع ده عشان البني ادم المصري في الاخر، عشان قيمه الانسان اللي بقت مهدره اللي انت المفروض تدور عليها، واللي قيمه المجتمع ككل مش هتيجي غير بيها. كده خلينا في تنظيرات ومجتمع وانسان مش مشكله يعني. اخيرا ايه بالظبط؟ اخيرا نقطه بس بسيطه كده، الثوره خسرت كتير في الثلاث سنين اللي فاتوا بسبب الخطاب، او بسبب الخطاب اللي كان بيتسوى، بسبب اشخاص طلعوا اتكلموا باسم الثوره كانوا بينفروا الناس منه. فظن قطاع كبير من الشعب ان انت مش شغال على الاولويات بتاعتك او على الضروريات بتاعتك، خاصه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وانت قاعد تشتغل في دستور وفي مواد جيش وحاجات شبه كده، هو طبيعي ان هو غير مدرك ان هي مهمه بالنسبه له، وانت ما اهتمتش ان انت تبين. كان في نبره تكبر واستعلاء وتصنيف وحزب كده، ده غلط تماما. يعني ده انت المفروض في الاخر لو انت فعلا بتعبر عن ده، ولو انت فعلا عايز مطالب الشعب ده، فلازم انت تكون مترجم ليه، ولازم تكون متواصل معاه وتتكلم باللغه بتاعته. نفس القصه في الجامعه عندنا، على مدار السنتين اللي فاتوا كان في نخبويه كبيره في التعامل، وكان في ان انت قاعد تكلم طالب برضه مش فاهم، انت قاعد تقول لائحه طلابيه وقاعد تقول دستور الطلبه وهو مش فاهم اصلا انت عايز ايه، ولا لما تجيله بقى تتكلم معاه في السكن بتاع الجامعه، لما تتكلم معاه في المصاريف الجامعيه بتاعت المدينه، لما في المصاريف الجامعيه، لما تتكلم معاه في الكتاب، لما تتكلم معاه في الدرس، هنا بيبدا التواصل. فمن الاشياء اللي كانت كويسه في
في الاعتصام عندنا هي فكره الاتصال دي، فكره ان انا بقى في طلبه متضايقه وده حقهم، وحقهم ان هم يتضايقوا ويشوفوا ان انت فعلك الاحتجاجي ده بيضره، حقه ان هو يتضايق، مش المفروض تتكبر عليه او ان انت تتهمه بالسلبيه او تتهمه بان هو يهدر حقوق زملائه. المفروض ان انت وصل له الرساله بتاعتك ايه؟ وصل له انا مشكلتي كذا كذا، وفي الاخر انا مش هجبرك على حاجه. يعني فكره انا لا يمكن اجبر طالب ان هو ما يحضرش المحاضره، ولا يمكن اجبر طالب ان هو يقف في مظاهره، بس اشجعه على ده، اوصل له القضيه فين؟ اوصل له ان طالما في مبدا صلب، طالما في مبدا ان في طالب منتهى حقوقه، فده هيحصل له هو في مساحات اخرى. فبس، وانا شاكر جدا يعني للمركز وللاشتراكين الثوريين، ومع بعض يعني قدامنا كتير ان شاء الله. شكرا.